حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه